لقد وعدتكم بأني سوف أعطيكم المزيد من المسائل عن نظرية فيثاغورس. الآن سوف أعطيكم المزيد من المسائل عن النظرية. ومرة أخرى هذا كله يتعلق بالممارسة. لنقل أن لدي مثلث، لنقل أنه أريد أن أرسم مثلث قائم الزاوية هكذا. هذا مثلث قائم الزاوية. لا أعتقد أنه جميل. دعوني أرسم واحد آخر هنا هكذا. إذا أخبرتكم أن هذا الضلع 7 وهذا الضلع 6 وأريد إيجاد هذا الضلع. حسنا، لقد تعلمنا في آخر عرض أي من هذه الأضلاع هو الوتر. حسنا، هنا الزاوية القائمة، بالتالي الضلع المقابل للزاوية القائمة هو الوتر. بالتالي ما نريد عمله في الحقيقة هو إيجاد الوتر. إذا نعلم أن 6 تربيع زائد 7 تربيع يساوي الوتر تربيع. وفي نظرية فيثاغورس يرمز الوتر بسي، وسوف نستخدم سي هنا أيضا، يساوي سي تربيع. بالتالي هنا سي تساوي الوتر. وست وثلاثين زائد 49 يساوي سي تربيع. 36 زائد 49 يساوي 85. بالتالي 85 تساوي سي تربيع، أو أن سي تساوي الجذر التربيعي لخمس وثمانين. وهذا الجزء الذي يواجه فيه معظم الناس صعوبة، وهو تبسيط الجذر. بالتالي الجذر التربيعي لخمس وثمانين، هل أستطيع أن أحلل 85 كحاصل ضرب مربع كامل ورقم آخر؟ إذن 85 لا تقسم على 4، بالتالي لن تقسم على 16 أو أي من مضاعفات الأربعة. لنرى ما يمكن أن تقسم عليه. 85 كم مرة تتكرر 5 في 85؟ إنها تتكرر فيها لا، هذا ليس مربع كامل. لا أعتقد أن 85 يمكن أن تحلل أكثر من كحاصل ضرب مربع كامل ورقم آخر. إذا يمكنك أن تصححني، ربما أكون مخطئة. يمكن أن يكون هذا تمرين جيد لك لتعمله لاحقا. الآن بقدر ما يمكننا القول فقد حصلنا على الإجابة. الإجابة هنا هي الجذر التربيعي لخمس وثمانين، ولكن إذا كان علينا أن نقدر ذلك فكر فيها كالتالي: الجذر التربيعي لواحد وثمانين هو 9، والجذر التربيعي لمئة هو 10، فسوف تقع بين 9 و10. يمكنها أن تكون أقرب قليلا لتسعة، بالتالي هي 9 فاصلة شيء ما. وهذا فحص جيد للواقع وله معنى. إذا كان هذا الضلع 6 وهذا الضلع 7، فإن 9 فاصلة شيء ما سوف تكون ذات معنى لهذا الطول. سوف أعطيكم مسألة أخرى. سوف أقوم برسم مثلث قائم الزاوية هكذا. لنقل أن هذا 10، هذا 3. ما هو هذا الضلع؟ أولا لنحدد الوتر. لدينا الزاوية القائمة هنا، بالتالي الضلع المقابل للزاوية القائمة هو الوتر، وهو أيضا أطول ضلع، إذن هو 10. بالتالي 10 تربيع تساوي مجموع الجذر التربيعي للضلعين الآخرين. هذا يساوي 3 تربيع لنسمي A، اخترتها عشوائيا هنا، زائد A تربيع. حسنا، هذه 100 تساوي 9 زائد A تربيع، أو A تربيع A تربيع تساوي 100 ناقص 9، أي 100 ناقص 9، أي أن A تربيع
تساوي 91، بالتالي A تساوي الجذر التربيعي 91. لا أعتقد أن هذا يمكن تبسيطه أكثر من ذلك، لنرى. 3 لا تتكرر فيه. أتساءل هل 91 عدد أولي؟ لست متأكدة بقدر ما أعرف، لقد أنهينا هذه المسألة. دعوني أعطيكم مسألة أخرى، وفي الحقيقة هذه المرة سوف أضيف خطوة أخرى فقط حتى أصعبها عليكم، لأنني أعتقد أن هذا كان سهلا جدا بالنسبة لكم. لنقل أن لدي مثلث، ومرة أخرى نحن نتعامل فقط مع المثلثات القائمة الزاوية الآن، ولا تحاول استخدام نظرية فيثاغورس أبدا إلا إذا كنت متأكدا أنه مثلث قائم الزاوية. لكن في هذا المثال نحن نعلم أنه مثلث قائم الزاوية. إذا أخبرتكم أن طول هذا الضلع هو 5، وإذا أخبرتكم أن هذه الزاوية 45 درجة، هل يمكننا إيجاد الضلعين الآخرين لهذا المثلث؟ حسناً، لا يمكن أن تستخدم نظرية فيثاغورس بشكل هذا، لأن نظرية فيثاغورس تقول أنه إذا كان لدينا مثلث قائم الزاوية ونعلم ضلعين آخرين يمكننا أن نجد الضلع الثالث. هنا لدينا مثلث قائم الزاوية ولكننا نعلم فقط واحد من الأضلاع، بالتالي لا يمكننا إيجاد الآخرين حتى الآن، لكن من الممكن أن نستخدم هذه المعلومة الإضافية هنا، هذه 45 درجة لإيجاد الضلع الآخر، ثم يمكننا أن نستخدم نظرية فيثاغورس. حسناً، نحن نعلم أن زوايا المثلث مجموعها 180 درجة. حسناً، آمل أنك تعلم أن مجموع زوايا المثلث 180 درجة، لأنه إذا لم تكن تعلم فهذا خطأي بأنني لم أعلمك ذلك. إذن دعونا نجد ما هو مجموع زوايا هذا المثلث. حسناً، أنا أعني أنك تعلم أن مجموعها 180 درجة، هذه المعلومات يمكنها إيجاد قيمة هذه الزاوية، لأننا نعلم أن هذه الزاوية 90 درجة وهذه 45، بالتالي نقول 45 لنسمي هذه X. هكذا أصبحت الزاوية مشوشة. حسناً، 45 زائد 90 صحيح، هذه فقط زاوية 90 درجة، زائد X يساوي 180 درجة، وهذا لأن زوايا المثلث دائما مجموعها يكون 180 درجة. بالتالي إذا أوجدنا X نحصل هنا على 135. 135 هذه زائد X يساوي 180. نطرح 135 من طرفي المعادلة، نحصل على X تساوي 45 درجة، هذا ممتع. X هي أيضا 45 درجة، بالتالي لدينا زاوية 90 درجة وزاويتين 45 درجة. والآن سوف أعطيكم نظرية أخرى، وهي لم تسمى باسم أي من الأشخاص أو من العلماء أو أي من مؤسسي الرياضيات، لكن في الحقيقة إذا كان لدي مثلث، إنها نظرية جيدة. سوف أرسم مثلث آخر هكذا بحيث أن زاويتي القاعدة متساويتان. عندما أقول زاوية القاعدة أعني زاويتين هاتان إذا كانتا متساويتان، لنسمي A كلاهما A، بالتالي الأضلاع غير المشتركة بينهما، هذه الزوايا تتشارك بهذا الضلع صحيح، ولكن إذا نظرنا للأضلاع التي لا تتشاركان فيها فنعلم أن هذه الأضلاع متساوية. لقد نسيت ماذا نسمي هذه
ربما أبحث عنها في عرض آخر وسوف أعلمكم، ولكني وصلت إلى هنا وأنا لا أعلم ما هو اسم هذه النظرية، وهذا له معنى لا تحتاج لكي أقول لك ذلك. كيف علي أن أرسم هذه الزاوية إذن؟ إذا كان علي أن أغير إحدى هذه الزوايا فإن الطول سوف يتغير أيضا، أو طريقة أخرى للتفكير فيها، الطريقة الوحيدة، لا أريد أن أربككم كثيرا، لكن يمكنك أن تعرف بالنظر أنه إذا كان هذان الضلعان متساويان فإن هاتان الزاويتان سوف تتساويا، وإذا غيرنا طول أحد الأضلاع بالتالي فإن الزوايا سوف تتغير أيضا، أو أنها لن تكون متساوية فيما بعد، ولكنني سوف أترك هذا لكم للتفكير فيه. لكن فقط خذ كلامي على أنه صحيح الآن، بأنه إذا كانت زاويتين مثلث متكافئتان فإن الأضلاع غير المشتركة بينهما سوف تكون متساوية بالطول أيضا. تأكد من أنك تتذكر ليس الضلع المشترك بينهما، فهذا لا يمكن أن يساوي شيء ما، إنها الأضلاع غير المشتركة بينهما متساوية بالطول. إذن لدينا مثال، حيث أنه لدينا زاويتين متساويتين كلاهما 45 درجة، بالتالي هذا يعني أن الأضلاع غير المشتركة بينهما هذا هو الضلع المشترك، صحيح؟ كلا الزاويتان يتشاركان بهذا الضلع، فهذا يعني أن الأضلاع غير المشتركة بينهما متساوية، إذن هذا الضلع يساوي هذا الضلع. أعتقد أنك الآن أصبحت تدرك ماذا يحدث الآن في هذه اللحظة. حسنا، هذا الضلع يساوي هذا الضلع، لقد أعطيتكم في بداية المسألة أن هذا الضلع يساوي 5، بالتالي نعلم أن هذا الضلع يساوي 5، والآن يمكننا أن نطبق نظرية فيثاغورس. نعلم أن هذا الوتر، صحيح، الوتر هايبوتنوس، إذن يمكننا أن نقول 5 تربيع زائد 5 تربيع يساوي سي تربيع، حيث أن سي هي طول الوتر. حسناً، 5 تربيع زائد 5 تربيع، هذا فقط 50، ويساوي سي تربيع، وتساوي بالتالي نحصل على سي تساوي الجذر التربيعي ل50، و50 تساوي 2 ضرب 25، إذن سي تساوي 5 الجذر التربيعي ل2، هذه سي. أعتقد أنه يمكن أنني أعطيتكم الكثير من المعلومات هنا، إذا حصل وارتبكتم يمكنكم إعادة مشاهدة هذا الفيديو، ولكن في الفيديو التالي في الحقيقة سوف أعطيكم المزيد من المعلومات عن هذا النوع من المثلثات الذي هو في الحقيقة نوع شائع من المثلثات تراه في الهندسة وعلم المثلثات، وهو مثلثات 45 45 90، وهذا الاسم ذو معنى حيث أنه 45 درجة 45 درجة وزاوية 90 درجة. وفي الواقع سوف أريكم طريقة سريعة لاستخدام هذه المعلومات بأنه مثلث 45 45 90 درجة لإيجاد الأضلاع، حتى إذا أعطيتكم فقط واحد من الأضلاع. أتمنى أنني لم أتسبب لكم بالإرباك كثيرا، وأتمنى رؤيتكم في العرض القادم. أراكم لاحقا.